ايه يا استاذ باسم؟ ايه تعيش يا حبيبتي. اسمعي بقى، دول 80 جنيه تاخديهم معاكي وانت رايحه المستشفى، لو احتجتي فلوس تصرفي منهم. ربنا يخليك لينا يا باسم. تعيش يا حبيبتي. قولي لي بقى، انتوا هتروحوا بكره الصبح مش كده؟ اه ان شاء الله على الساعه 8. طب كويس، انا اتفقت مع عم عربي السواق هيجي لكم الصبح وياخدكم بالتاكسي بتاعه. وانت مش هتيجي معانا ولا ايه؟ لا طبعا هاجي معاكم، امال يعني مين اللي هيشيل الحاج؟ ربنا يديك الصحه يا باسم. على فكره انا عملت لك صينيه بطاطس وحله رز وحطيتهم لك في الثلاجه، وقتي ما تجوع كل، واحنا باذن الله مش هنتاخر. كلها يومين. ها يومين؟ انت متاكده؟ اه هما الدكاتره قالوا هما يومين كل شهر نعمل فيهم التحليل والحاجه ونرجع على طول. هيسافر فعلا بالفلوس دي ويكمل دراسته بره. طب والله كويس. طبعا هيطلق نبيله. براحته، اللي هو شايفه كويس ليه يعمله. اصلها ما تفرقش معاها حكايه الجواز من الطلاق، ما انت عارفه. يوسف انت عايز توصل لايه؟ انا عارف انك ذكيه ولمعه. سلوى قدامها سنتين على الكليه، وانا ما بفكرش ابدا انها تتخطب او ترتبط الا بعد ما تخلص. حسام ما حطش نفسه في الظروف اللي هو فيها دي، اتفرضت عليه وانت عارفه ده كويس. يوسف من فضلك بلاش نتكلم في الموضوع ده، انا مش عايزه ادخل نفسي في مشاكل انا مش قدها، ولا احط بنتي في وضع هي مش قده. عموما لسه بدري على اللي بنتكلم فيه ده، وتاكدي ان انا حريص على راحه سلوى اكتر منك. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، اهدى كله اهدى كله. اهلا يا منى فادي، صباح الفل. صباح الفل يا ست الستات. ايه يا اختي اللي حدفك عليا على الصبح كده؟ يا اختي بطمن على البشاير يا حبيبتي. يا اختي بشاير ايه؟ الله، نتيجة اللي عمله لنا الشيخ لطيف. بس وطى صوتك لو ليه، انت ناسي ان احنا في الورشة هنا. طيب اديني ساكتة. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، انا مش شايفة أي تغيير يعني. يبقى لسه، ما هي لازم العمايل تاخد وقتها شوية لحد ما تبان نتيجتها. اديني قاعدة اما اشوف. تعرفي يا منى فادي، لو ما بانش نتيجة هروح فيك انت والشيخ لطيف في داهية. يا لهوي، طب اني ماشي، لكن ما تقوليش كده على الشيخ لطيف، ده ممكن يسمعك ويأذيكي. لا يا اختي، وعلى ايه؟ اديني ساكتة، بس برضه لازم اشوف نتيجة. الله، ايش حال ما كنتش شفت العمل وهو بيقع قدام عينيكي في المي؟ انا ما قلتش حاجة، من جهه شفت بعيني، بس برضه لازم اشوف نتيجه. يبقى خلاص عليكي وعلى التثبيت. ايه التثبيت ده؟ مش اللي يشيل حاجه ولا اللي يعمل حاجه لازم يثبت عليها؟ اهو انت حشتي العمل اللي كان معمول لابنك، لازم بقى تثبتي عليه. واثبت عليه ازاي؟ تروحي للشيخ لطيف تخليه يعمل لك حاجه محدش يقدر يفكها، تحمي ابنك وتصونه. طب يا ريت، ازاي ده؟ في حاجات بيعملها تحمي البني آدم وتصونه، للسنة للسنتين ولا للعمر كله. أيوة أنا عاوزة بتاع العمر كله ده، ما أنا مش فاضية أفضل رايحة جاية بقى. وعلى إيه؟ ده أنا أسمع التبتة دي غالية قوي، خليكي في الشهر ولا الشهرين. لا يا أختي، وعلى إيه شهر وشهرين؟ أنا عايزة بتاعة العمر كله، أعمل مرة واحدة وأخلص. خلاص يا حبيبتي اعملي اللي يريحك. انا خلاص ما بقتش فاهمه حاجه خالص، لا بتيجي ولا بتسال عليا ولا عايزني اتصل بيه. هو في ايه بالظبط يا باسم؟ ايه ناوي ترجع في وعدك ليا ولا ايه؟ ما ده الايه بس الكلام اللي بتقوليه ده؟ وانا يعني لو هرجع في وعد ليكي هجيلك الجامعه وانا في الظروف من هنا ب60 نينه اللي انا فيها دي؟ يعني ظروف؟ ظروف ايه يا حبيبي احكي لي. بابا يا منال. ماله؟ ما كنتش عايز احكي لك عشان ما تتضايقيش، انت داخله على امتحانات. ما تتكلم يا باسم، وقعت قلبي في ايه؟ لما فتحته في موضوعنا يعني زعق لي واتخانق معايا خناقه جامده جدا. ليه؟ يعني قال لي مش هينفع اني ارتبط بواحده مستواها اقل من مستواي، وقال لي لازم اتجوز بنت عمي.